فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا حج المسلم فهل تسقط عنه الأضحية؟ يكفي، لأن ذبح الهدي يكفي عن الأضحية، كله تقرب إلى الله، يكفي أنه يذبح الهدي عن أنه يذبح الأضحية. ولو أنه أوصى، لو أنه أوصى أهل بيته أن يذبحوا الأضحية فلا بأس بذلك. نعم، لكن في منى يذبح الأضحية ويذبح الهدي، يكفي الهدي. نعم.